روى عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قامت معركة بدر استقبل القبلة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه يستغيث الله تبارك وتعالى: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم ثبت الأقدام. يدعو الله تبارك ويستغيث حتى سقط رداؤه عن كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يبالغ في رفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى، حتى جاء أبو بكر ووضع الرداء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفاك مناشدتك ربك فإنه سينصرك. أنت رسول الله، أكيد سينصرك الله تبارك وتعالى. والنبي قبلها قال: فإن الله وعد إحدى الطائفتين، فوضع الرداء على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفاك مناشدة يا رسول الله لربك وسينصرك الله تبارك وتعالى. وهذا من بذل الأسباب، وإلا النبي بشرهم أن الله سينصره ولكن يبذل السبب. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإيمان الصادق والدعوة الصالحة، إيمان صادق ودعوة صالحة جيش لا يهزم، جيش لا يهزم أبدا. ثم بعد ذلك أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه وكان النصر للمسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون، أي تطلبون الغوث من الله تبارك، والغوث هو النصر والمساعدة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مباشرة تستغيث أستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مباشرة